بداية أسبوع جديدة مشاهدينا، نحن وياكم نرجع نترافق من جديد عبر شاشة تلفزيون لبنان. صباح الخير لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. صباح الخير للأصوات اللي بتجمع، صباح الخير للأصوات اللي ما بتفرق، صباح الخير للأصوات اللي بتعمل تواصل بين الناس على الرغم من يمكن كتير من خليني أقول يعني المسافات اللي عم تكبر أوقات بين شارع وشارع تاني. صباح الخير للصوت اللي بيعرف يوصل كل الأصوات. صباح الخير من تلفزيون لبنان، صوت كل الناس، صوت اللي بيجمع واللي ما بيفرق ابدا. نحن وياكم لليوم مشاهدينا على موعد مع مجموعه من الضيوف مثل ما تعودتوا دائما عبر صبحيتنا. رح نحاول قدر المستطاع نكون عم نطرح مواضيع بتنال اهتمامكم وبتنال فعلا اهتمام هيدي الفتره اللي نحن موجودين فيها. مواضيعنا طبعا رح تعزز ثقافه الحوار، رح تعزز ثقافه التواصل بين كل الناس، رح تعزز ايضا ثقافه المواطنه وعلاقتنا بهذا البلد، على امل تكون بالاخر في ابتسامه عم تبتسم على وجوهنا كلياتنا. لليوم بصرنا نرحب بدكتور الهام كلاب لبساط وهي رئيسة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان لحتى نحكي عن مفهوم وثقافة اللاعنف. أيضا من ضمن لقاءاتنا لليوم دكتور نزيه خياط لنحكي أكثر عن بيروت مدينة الإبداع والأدب للعام 2019. أيضا مع بداية موسم الشتاء كتار منا بيسألوا عن موضوع الإنفلونزا وكيف فينا نتخلص من الإنفلونزا، كل التفاصيل مع دكتور شيرين مولاي. أيضا ضمن لقاءاتنا لليوم واطلالي على ابداعات الطلاب اللبنانيين، التلاميذ اللبنانيين اللي فعلا اثبت وجودهم باكثر من مرحله واكثر من ظرف، بصرنا رحب بزهراء سرور من ثانويه البتول وايضا جوال طرباي وهي من ثانويه المرج ببعقلين والاستاذه نعمه خليل من مدرسه المقاصد لحتى نتعرف على مشاركتهم مؤخرا بالمانيا بالمعرض الدولي للاختراعات. هون هن ضيوفنا لليوم. طبعا بتمام الساعه 10:30 بينضم لكم شيف انطوان مع مجموعه من الاطباء الجديده اللي تعودتوا عليها دائما برفقه الشيف انطوان. اما البدايه مع احوال الطرقات اللبنانيه، زحمه السير، عجقه السير وتفاصيل اخرى مع استاذ طالب برو من غرفه التحكم المروري. استاذ طالب صباح الخير. صباح النور استاذ، صباح الخير. يعطيك الف عافيه. اهلا وسهلا فيك. يعني تعبتوا كثير خلال الفتره الماضيه، خلال هيدي الايام فعلا عم تتعبوا، يعطيكم الف عافيه انت وكل زملائك على المجهود اللي عم تقوموا فيه. الله يعافيكم، واجبنا بالنهايه هيدا. اهلا وسهلا فيك استاذ طالب. بدايه رح بلش بالطرقات اللي لا تزال مقطوعه لليوم. نعم. اللي هي ضمن منطقه الشمال عندنا ساحه النور، طرابلس والبداوه. نعم. دير عمار، المنيه. نعم. ساحه العبده. نعم. البيادر، المحمره. نعم. وبالبقاع، المرج، المصنع، جب جنين. نعم. غزة، كامد اللوز، تب الياس، جديد تلعالي، سعد نايل، تعلبية. هاي الطرقات اللي ذكرتها كلها بعدها مقطوعة لحد هذه اللحظة. نعم، هاي الطرقات اللي مقطوعة مثل ما حضرتك ذكرت. صحيح. نعم. من الجنوب باتجاه بيروت وبالعكس طريق سالكي على الاخر. 100%. 100%. نعم. ومن بيروت منبلش مثل العادة من المدخل الشمالي. الشمالي. السير جاي من جوني باتجاه نهر كرب، الحركة عم تكون طبيعية. نعم. وصولا حتى الدورة. ومن الدورة وصولا حتى وسط بيروت ايضا طريق عم تكون الحركة فيها ناشطة دون اي توقف. بالفارس النفيل ايضا صالومة. من المدخل الجنوبي من المدينة الرياضية الحركة طبيعية، بتبلش تصير كثيفة من جسر الكولا باتجاه نفق سليم سليم وصولا حتى وسط بيروت. المدخل الشرقي من اليرزي، الحركة عم تكون طبيعية من اليرزي وصولا للصياد. اوتوستراد الرئيس امين لحود باتجاه كارانتينا، الحركة طبيعية. ايضا جسر برج حمود باتجاه الاشرفية وجسر العدلية كمان باتجاه الاشرفية، الحركة عم تكون ناشطة. داخل العاصمة نبلش من العدلية ايضا، الحركة مثل ما شايفين عم تكون شوي كثيفة من المتحف باتجاه العدلية. البربير الحركة طبيعية. كورنيش المزرعة، برج الغزال، فقطع برج المر الحمراء، واخيرا الواجهة البحرية عين المريخ. هذا كان بالنسبة لحركة السير. بالنسبة للاحصاءات في 24 ساعة الماضية. نعم. سجل عنا 12 حادث للأسف، من العامة قتيل و30 جريح للأسف. نعم. محضر السرعة الزايدة 298 محضر السرعة الزايدة. نعم. هذا نعم. كان كل شيء اليوم.
نعم استاذ طالب، لو سمحت قبل ما اختم انا وياك، يعني من بدايه الحراك الشعبي والانتفاضه اللي عم بيشهدها لبنان، حتى بالايام اللي ما كان فيها تقطيع طرقات او تقطيع اوصال المدن ببعضها، هل عم بيشهد لبنان حركه اقل من المعتاد على صعيد حركه السير بطبيعه الاحوال؟ شيء طبيعي هذا الشيء فعلا، حركه السير كانت عم تكون قليله، وهذا الشيء انعكس اصلا على عدد الحوادث وعلى عدد المخالفات اللي عم تتسجل وعلى عدد الضحايا. نعم شكرا لك استاذ طالب برو على كل هيدي المعلومات، دائما التحيه من خلالك موصوله لكل زملائك بغرفه التحكم المروري، يعطيكم الف عافيه على كل المجهود اللي عم تقوموا فيه خلال كل السنه وخاصه بهيدي الفتره الاخيره. اهلا وسهلا فيك استاذ طالب، شكرا لك. شكرا للكوتش ثائر حسكور على التمارين الرياضيه الصباحيه، وصباح الخير لكم مشاهدينا اللي انضموا لرفقتنا بهالوقت. بدي اذكركم ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالبرنامج اللي رح تمرق باسفل الشاشه. صار الوقت نتعرف نحن وياكم كيف رح يكفي طقس هالاسبوع، وخاصه انه بدايته مثل ما عم نشهد انه الطقس هيك شوي صار فيه مثل نسمات خفيفه ونسمات لطيفه، قد ايه رح تكفي هيك؟ التفاصيل كلها بناخذها من جوسلين أبو فارس من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي باتصال مباشر. صباح الخير. ألو. لا مش الحال، في صوت واطي شوي. عم تسمعيني جوسلين هلا؟ عم بسمعك أيه. أوكي. تفضلي. خبريني كيف رح يكفي الطقس؟ مثل ما عم نشهد إنه في هيك تدني شوي بدرجة الحرارة. مزبوط. نحن هلا الآن ضمن ضغط جوي مرتفع. مصحوب بكتل هوائيه بارده نسبيا بالنسبه لقبل، بس هي ضمن معدلاتها الموسميه لهيدا الشهر. وجافه، هالجفاف بالهواء هو بخلي الحراره الدنيا تتدنى اكثر بالليل، خاصه مناطق البقعه. بقى هي اللي بتعطي قصه الساعه، بس بالاجمال هالثلاث ايام نحن طقسنا مشمس واكيد جاف. في عنا انخفاض بدرجات الحراره بكره الثلاثاء، وسوري بكره الاربعاء، والخميس بترجع بكره الثلاثاء. نعم بكره الثلاثاء. ايه صح سوري انا مخلفه بالي، بكره الثلاثاء وبترجع دون تعديل نهار الاربعاء، وبترجع بترتفع شوي ببعض المناطق نهار الخميس. بس بالاجمال يعني ضمن معدلاتها، بس هي الحراره الدنيا اللي عم تتسجل خلال الليل هي المنخفضه لهالفتره من الزمن. الحرارات اليوم على الساحل رح تتراوح من 16 ل 27، فوق جبال من 9 كثير متدنيه لل 20، وبالبقاع من 5 ل 28. هذا اللي عم بحكي عنه عن الجفاف، لانه الرطوبه هي بتعمل كنترول للحرارة المتدنية خلال الليل، وخاصة بما أنه السماء صافية مكشحة فالأرض بتخسر حرارتها خلال الليل. بالنسبة للرياح، الرياح هي بالأغلبية اليوم شمالية لشمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، الرؤية جيدة، الرطوبة بين للأربعين بالمية، مخلطة معي شوي اليوم. البحر منخفض، الموج حرارة سطح المية 24 درجة، والضغط الجوي عندنا 1022 هكتو باسكال، ما يعادل 766 مليمتر زئبق. الغروب على الساعة 4:34 دقيقة، والشمس بكرة شروق على الساعة 6:11 دقيقة. وعينيك بكير يمكن جوسلين، يعطيك ألف عافية وتحياتنا. لا بس قصة الصوت هيك شوي لبكني. لا أهلا وسهلا، مرسي لك، يعطيكم ألف عافية، دايما منتعبكم معنا من غرفة من مصلحة الأرصاد الجوية بمطار رفيق الحريري الدولي. مشاهدينا رح نروح لفاصل إعلاني صغير ومنرجع من بعد. مشاهدينا عودة لكم لنتابع صبحيتنا من جديد، برحب بكل انضموا لنا بهذا الوقت على امل دائما تكونوا عم تستفيدوا وتستمتعوا برفقتنا. فقره صحيه سريعه لليوم رح تنضم لصبحيتنا، من خلالها رح نتعرف اكثر على طعم الانفلونزا او لقاح الانفلونزا برفقه دكتور شيرين ملائي، وهي اختصاصيه امراض صدريه. دكتور صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا فيك معنا. دائما مع بدايه موسم الخريف او الشتاء كل الناس بتحاول تعمل كل اذا بدي اقول الوقايات
الوقايات الممكنة لحتى تبعد عنا الانفلونزا. منا اللقاح الرباعي مثل ما متعرف عليه، يا ريت نتعرف على هذا اللقاح لو سمحتي دكتور. بالبداية أهلا وسهلا. أهلا فيك. بحب أول شيء أعرف عن الانفلونزا أو مرض الفلو. الانفلونزا هو عبارة عن فيروس ممكن يصيب الإنسان، الأطفال، الكبار، أي عمر. ممكن يصيب عدة مناطق من الجسم، من الجيوب الأنفية للوز للقصب الهوائية. مرض الانفلونزا بحد ذاته عندما نصاب فيه بيسبب عوارض من الحرارة المرتفعة، البردية، السعلة، التعب الشديد بالجسم، ممكن يطول لحديد 9 أيام. نحن مرض الانفلونزا ليه بنعمل له لقاح؟ اللقاح كتير مهم لحتى نمنع المضاعفات اللي ممكن تصيبنا إذا لقطنا هذا الفيروس. مضاعفات ممكن تكون دخول على المستشفى بسبب نزلة صدرية أو التهاب بالرواية قوي، ممكن يصيبنا ضعف الأكسجين وغيرها. لقاح الإنفلونزا عادة بناخده لنحمي حالنا من هيدول الاشتراكات ومن العوارض الخطيرة أو الجدية اللي ممكن تصيبنا. نعم، لما نقول إنفلونزا ممكن قصدنا هو الرشح الطبيعي اللي احنا مترشحه، يعني ناس عيد بتخربت، يا ريت أيضا تضولنا على هذه النقطة. الرشح هو غير عن الإنفلونزا. نعم. رشح هو نزلة برد إذا بدنا نقول، أو الكومن كولد، هو عبارة عن مرض بيشبه الإنفلونزا ولكن مسببه غير فيروس الإنفلونزا. نعم. مسببه عدة فيروسات، أكثر من 100 فيروس، بس المتعارف عليه أكثر من 50% هو الراينو فيروس اللي بيسبب الرشح، بينما الإنفلونزا أو الجريب بيسببه فيروس الإنفلونزا. نعم، اليوم مع بداية فصل الشتاء بتكتر يعني إمكانية أو نسبة التعرض للإنفلونزا تحديدا، وبينتشر بطريقة كتير كبيرة. اليوم قديش اللقاح بخلينا بعيدين عن الإنفلونزا 100%؟ فينا نقول كل حدا عنده لقاح ما بيوصل له الإنفلونزا، ولا لا في احتمال وفي نسبة ممكن؟ إذا قدرنا نفرق بين الإنفلونزا والرشح، الأشخاص اللي بياخدوا طعم الإنفلونزا بخف كتير عندهم نسبة الحصول أو لقط هيدا الفيروس. في أشخاص على الرغم من أنهم بياخدوا اللقاح ولكن جسمهم ومشاكلهم الصحية ممكن تخولهم أنهم يلقطوا مرض الإنفلونزا، ولكن بيكون أخف عليهم من غيرهم لمنهم أخدين اللقاح. وبنتبه أنه نحن لقاح الإنفلونزا ما بيعالج أو ما بيحمينا من جميع أنواع الإنفلونزا، ولكن الأكثر شيوعا. كرمال هيك ممكن نصاب بالإنفلونزا غير النوع اللي نحن تلقحنا ضده. تماما، ولنكون يعني شوي عم نفيد الناس دكتورة، اليوم المصاب بالإنفلونزا كيف بتبلش العوارض لحتى يعرف أنه هو فعلا بحالة إصابة بالإنفلونزا؟ من أول يوم في يعرف، من ثالث يوم كيف هي الطريقة؟ العوارض بتبلش تدريجيا أول 3 أيام، ممكن يصير عندنا حرارة مثل ما قلنا، ممكن توصل للـ40، بصير في عندنا تعب شديد بجميع الجسم، بصير في عندنا مثل وجع بجميع العضلات، ممكن يصير في عندنا بردية مثل ما قلنا، ممكن يصير في عندنا سعال، ممكن يصير في عندنا نقص بالأكسجين، لما نمشي بنكون عم نتعب، هيدي إذا صار في عندنا اشتراكات، وبتطول شوي فترة العوارض، يعني ممكن تطول أكثر من أسبوع أو أكثر من 5 أيام عادة. نعم، شو أكثر الأشياء اللي بتنصحي فيها مع بداية الإنفلونزا؟ يعني دائما بنسمع كتروا سخن، كتروا سوائل، فيتامين سي تحديدا، شو الأشياء اللي بتنصحي فيها؟ هلا عادة طبيا الإنفلونزا بحد ذاته بيروح لوحده مثل أي فيروس بالعالم، الفيروس بيروح لوحده ما بحاجة لعلاج، ولكن الأشياء اللي فينا نعملها أنه مثل ما أنت قلت الأشياء الغير طبية، يعني السوائل والسخن وهيك، ولكن إذا حدد عنا مرض الإنفلونزا أو فيروس الإنفلونزا وكنا نحن تعبانين أو كبار بالعمر أو أطفال، عادة نحن بحاجة لعلاج اللي هو عبارة عن دواء، حبوب أو شرب حسب العمر. يعني كل حالة بحالتها تدرس بوقتها إذا طولت الفترة، إذا طولت وإذا كان شديد الإنفلونزا عادة بنعطي دواء لحتى نحسن العوارض ونشفى أسرع. في خليني أقول يعني في أشياء معينة فينا نبلش ناخدها مع بداية فصل الشتاء بتحمينا من الرشح والإنفلونزا؟ في فيتامينات معينة، فواكه معينة، يا ريت هيك نصائح معينة. أهم شيء هو الوقاية، يعني نحن إذا حدا مريض، إذا في محل في بقلبه حدا مريض، ما نروح عليه، ما ندقر الأشياء اللي دقرها المريض. وزيادة هو أهم شيء هو غسل اليدين دايما بعد ما نحن نزور حدا أو لحتى أو نتعرض لهيدا الرشح. بس عادة الرشح مثل ما قلت غير الإنفلونزا. تماما، الرشح بكفي نزل برد. صحيح. نعم، يعني اليوم الوقاية مثل ما دايما بنقول هي خير لنا وأفضل لنا لحتى نحاول قد ما فينا نبعد أكان عن الرشح أو حتى عن الإنفلونزا. سنويا بنشوف في تعديل على لقاح الإنفلونزا، شو سبب هذا التعديل؟ عبر السنين جربت المنظمات العالمية تعمل لقاح، أول شيء بيغطي جميع أو أكثر شيوعا الفيروسز المتواجدين، بيعملوا دراسات.
وجربوا يعدلوا بطريقه يزيدوا لهم اشياء زياده لحتى تقوي المناعه زياده وتطول بالمناعه اللي نحن بناخذها. نحن لقاح الانفلونزا وقت ناخده ما بيضاين عبر سنين، كرمال هيك كل سنه لازم ناخذ لقاح، بتروح بعد كم شهر يعني هيدي النتيجه تبعيته او المناعه تبعيته، كرمال هيك كل سنه بحاولوا يعدلوا عليه. هيدي السنه او اخر سنتين جربوا يعدلوا بانواع الانفلونزا اللي بتغطيها. هالسنه صار رباعي، كان قبل بس بغطي ثلاث انواع، الانفلونزا اي والبي، هلا صار نوعين من الاي ونوعين من البي بغطيهم او بيعطينا مناعه ضدهم. اليوم اللي بيتوجه على الصيدليات بشوف في طعم او لقاح ثلاثي وطعم رباعي او لقاح رباعي، شو الفرق؟ الفرق اول شيء مثل ما هلا ذكرنا عدد المكونات اللي فيه او عدد الفيروسز اللي نحن بنحاول نعمل مناعه ضده. اكيد الرباعي هو افضل لنا من الثلاثي لانه بغطي مجموعه اكبر من الفيروسز اللي ممكن نكسب مناعه ضده بهيدي السنه. نعم، يعني على امل كل الناس فعلا يكون عندها عندها خلينا نقول يعني الوقايه الكافيه لحتى ما تتعرض للانفلونزا او حتى للرجح، لانه على الرغم من انه يمكن مش خطيرين وما في محل بنروح فيه للخطوره الا اذا الانفلونزا يعني تطور وصار في نزله رويه. صحيح دكتوره؟ صحيح. هون كيف الكبار بالعمر يعني بياخذوا احتياطاتهم؟ بعتقد اكثر شيء بيكون في عندنا نقطه ضعف عند الفئه العمريه المتقدمه. صح، الكبار بالعمر خصوصا اللي عمرهم اكثر من 65 او اللي عندهم مشاكل صحيه مزمنه. نعم. اكثر عرضه للانفلونزا يلي بتعملنا اشتراكات. كرمال هيك اول شيء نحن بننصح باللقاح لكل العالم من عمر 6 شهور وما فوق، ما في عندنا نحن ولا اي اكسبشن بهيدا الموضوع. نعم. خصوصا الكبار بالعمر اللي عندهم مشاكل صحيه مزمنه بالروايه او بغير شيء. ونحن بنرجع بنقول اللقاح والوقايه، اللقاح. نعم. والوقايه هن اهم شغلتين. نعم. نعملهم. نعم. هيدا الموسم. نعم، على امل كل الناس تكون فعلا سالمه ومطمئنه وين ما كانت. صح. موجوده وشو ما كانت اهتماماتها بهذه الفتره. شكرا لك دكتور شيرين ملاقي، طبعا اختصاصيه امراض صدريه، شرفتينا. شكرا. اليوم بصبحيتنا، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. شكرا لك. مشاهدينا رح نتابع بصبحيتنا لليوم ايضا مواضيع عديده ما زالت بانتظاركم، ولكن بعد البريك. صباح الخير لكم مشاهدينا متابعينا بصبحيتنا من احلى صباح. وهلا بصرنا استضيف معي باستوديو دكتور نزيه خياط مستشار النادي الثقافي العربي، تحت نحكي اكثر عن ذكرى ال 75 لتاسيس النادي اللي من خلاله انعقد مؤتمر تحت عنوان تحدي وتجديد العقبه. صباح الخير. اهلا وسهلا. بالبدايه خلينا نحكي شوي عن النادي الثقافي العربي، تاسيسه واهدافه. النادي الثقافي العربي تأسس عام 1944. هذا النادي كان له تأثيرات ومساهمات على مستوى العالم العربي ككل، لجهة النشاطات الثقافية والنشاطات التوعوية إذا صح التعبير، رافق جميع محطات السياسية والتحولات الاجتماعية التي طرأت في العالم العربي منذ أربعينات القرن الماضي لغاية الآن، وكان يستقبل العشرات من السياسيين وأصحاب الرأي والفكر والإعلاميين، وكان ناشطا في ميادين الندوات والمنابر والمؤتمرات، وهو أول من نظم معرضا للكتاب العربي في العالم العربي، فله جذور تاريخية هناك، هو جزء من ذاكرة بيروت، وهذا أيضا بيدفعنا بيخلينا نشوف ليش اليونسكو اختارت بيروت مدينة مبدعة للثقافة والأدب عام 2019 حاليا، وليش تم اختيارها عاصمة للكتاب بال 2009. ففي أساس بني من هيك خلق العنوان تحدي تجديد العروبة. هيدا نحن بالحقيقة على المستوى الفكري طرحنا هيدا الموضوع خلال هذا العام، بعد ما لاحظنا أن مسألة المسألة الفكرية والثقافية في العالم العربي هي في تراجع، وبدأ يغلب عليها
الثقافي، ثقافة التجزئة، ثقافة يعني برأيك اليوم بعد التحولات السياسية والثقافية الجانب الثقافي والأدبي ببيروت على تراجع؟ مش تراجع، عم بيخلق ثقافي نتيجة الصراعات المحتدمة على مستوى كل دولة من الدول العربية. نلاحظ بدل ما تكون هذا التنوع العرقي واللغوي والطائفي المتنوع مصدر غنى وتفاعل للمجتمع العربي، المجتمع العربي يكاد يكون البيئة المجتمعية العامة التي تضم موزاييك متنوع من المكونات الاجتماعية المختلفة واللي حافظت على التعايش طوال آلاف مئات السنين. فاليوم نحن عمال نشوف ظاهرة هذا التفتت وهذا الصراعات. الخلاف اللي أو الإشكالية اللي عم تنطرح هو هل نحن إلا مصلحة أن يكون الخطاب الديني المتطرف عند كل المكونات عند كل الأديان هو السائد، أو يجب أن نعود إلى إعادة إنتاج ثقافة العروبة الحضارية المستميرة؟ هيدي الإشكالية اللي كما كانت بالسابق. يعني اليوم لما بنيجي بنحكي زمان السلطنة العثمانية 400 سنة، نلاحظ أن من رفع لواء العروبة هم مسيحيو الشرق في لبنان وسوريا. من رفع لواء العروبة كانوا والنشر والإعلام والحرية الصحافة هي كانوا لبنانيين. فبالتالي هذه الميزة لا يجب أن تنقرض ويحل محلها التناحر والصراع. نرجع شو هو التحدي اليوم بتجديد العروبة؟ التحدي بتجديد العروبة مسألة بنيوية لها علاقة بموضوع تطور المجتمع والتخلف. يعني اليوم نحن التراجع بمسألة التنمية، موضوع التخلف بمسألة التعليم، وهون المسألة جوهرية. لأنه اليوم إذا بدنا ننهض بمجتمعنا العربي وبالمجتمع اللبناني تحديدا، يجب أن يحصل هناك ثورة على المستوى المناهج التعليمية. نحن مقبلين على اقتصاد المعرفي، مقبلين على اجتماع المعرفي، مقبلين على الذكاء الاصطناعي. طيب واقعنا بلبنان على سبيل المثال، هاي كيف بدك تبلوريها ضمن مشروع ثقافي وفكري لنقدر نعمل ملائمة بين هذا التطور التكنولوجي الحاصل وهذه الثقافة الجامعة وليست المتناحرة. فلذلك نحن بنقول انه عم ندعي وعم نعمل نقاشات مع كثير من المثقفين ومن الادباء ومن الاكاديميين، انه امام المواجهه التي تتعرض لها المنطقه من هجوم تقني الكتروني معلوماتي سريع، بدنا نفكر انه اليس للعلوم الانسانيه والاجتماعيه مساحة وحيز مهم يجب أن تتلائم مع تلك العلوم المستحدثة السريعة وتيرتها السريعة. بس قديها المساحات مفتوحة كمان؟ المجتمع ليس جامدا، المجتمع بطبيعته يحمل ديناميكية التغيير، ولكن يجب أن تقوم النخب بدور الإطار المنظم لهذا الحراك. هي لا تستطيع أن تحل محله، ولكن هي تستطيع أن تواكب تطوره وتوجهه وفق الاحتياجات التي يحتاجها المجتمع في سبيل التنمية ومواجهة تحديات المستقبل. عدة أفكار و إذا بدك مقترحات طرحت على الطاولة المستديرة بالمؤتمر يلي عقد تحت عنوان تحدي تجديد العروبة. صحيح. شو أبرز هالنقاط يلي طرحت وعلى شو عم تنظروا لقدام، خاصة أنه بمجتمع يمكن منعاني شوي في من اندثار للثقافة، صرنا مننجر وراء الثقافة الغربية ونسينا يمكن ثقافتنا العربية؟
الثقافة ليست منعزلة، التطور الحضاري لكل مجتمع هو اللي بيسمح بأن تفرض ثقافته على باقي المجتمعات. كريستوف كولومبوس لما عبر المحيط واكتشف أمريكا استخدم كان يتقن العربية، كانت اللغة العربية في تلك المرحلة يعني كانت هي مرحلة النهوض، وكانت تدرس في الجامعات الأوروبية، وكانت الحساب الأرقام العربية اللي بنعتمدها كانت هي السائدة في استخدامها في معظم دول أوروبا. ودليل هلأ كمان أنه اللغة الثانية في اليابان هي اللغة العربية. تماما، بس ولكن هذه اللغة تتطور وتنتشر بمقدار التطور الحضاري ومواكبتك للمتغيرات التي تحصل في العالم. إذا التطور الحضاري كان بعيدا عن متناول مجتمعاتنا العربية فحكما ستتأثر اللغة، لن تندثر ولكن ما بتعود بتاخد الحيز المهم كما كانت زمن مرحلة النهضة. نعم. في القرن الثالث عشر والرابع عشر قبل أن نحن بحاجة لنهضة لثقافتنا واللغة العربية، لاستنهاض ونهضة وثورة بكل الميادين بالحقيقة. فهذا هون الإشكالية اللي طرحناها بالحقيقة حول موضوع العروبة وتحديات التجديد فيها، إنه منطق العروبة خلينا نسميها الغرائزية اللي كانت معتمدة في خمسينات وستينات القرن الماضي كانت وريثة للعصر الكولونيالي، يعني كانوا ينظروا العروبة كمجتمع عام من دون ما تعتبر العروبة أنها تساهم في تطوير الفرد، يعني لازم يكون في يعني احترام الفرد. من مشان هيك طلعت أنظمة قمعية، كانت النظام السياسي لم يكن متوافقا مع حاجات المجتمع، ومن هون كمان خلقت بعض قمع للحريات وديكتاتوريات متعددة في المنطقة العربية. اليوم نحن بدنا نشوف أن العروبة بالمعنى المستنير هي احترام حرية الفرد، هي دراسة حاجات الانطلاق من حاجات الفرد بحياته اليومية وليست بالعناوين العريضة. هذا المهم فيها. هلأ بنيجي بنقول نحن في تحديات، أكيد في تحديات كبرى. هذا المؤتمر بالحقيقة شارك فيه من دول من شمال أفريقيا، من المغرب العربي والمشرق العربي، ولكن هذا مثل ما بيقولوا أول إضاءة لمشروع كبير يجب أن ينخرط فيه جميع النخب والمثقفين، وهذا ما يحاول النادي الثقافي العربي أن يوسع شبكة ودائرة العلاقات مع هؤلاء النخب في الوطن العربي ككل لمحاولة الضغط بتطبيق هذه المنهجية الجديدة في التفكير وخلق ثقافة تسمح فعلا بمراعاة ومحاكاة حاجات المواطن العربي مع احترامه لخصوصيته الوطنية. يعني مفهوم العروبة ليس منطلقا بالعروبة الاندماجية الكلاسيكية انه كلنا عرب ووحدة ودولة، هذه ما انتهت، هذه كانت نوع من الرومانسية المبالغ فيها. اليوم العروبة المستنيرة الحضارية يجب أن تحترم الدولة الوطنية، حدود الدولة الوطنية، خصائص المجتمعات، يجب أن تحويل هذا التنوع إلى مصدر غنى. فبالتالي بعدين نحن عنا موروث ثقافي هائل، يعني سواء كانت بالموضوع على الأقل في لبنان، لما نيجي بنشوف أنه بيروت كانت كلية الحقوق الرومانية أم الشرائع بالقرن الثاني ميلادي اللي تأسس، وهي بقيت بين خمس كليات حقوق كانت تدرس فيها الفقه القانوني والدراسة فيها خمس سنوات، وكانت بين خمس مراكز بمجال الأمبراطورية الرومانية. ثم نرجع نشوف مثلا المكتب الوطني، إذا نشوفه أنشئ بالعام ألف المبنيين كان
أنشئوا عام 1905 إلى 1907، كانت بالضم اللي هي موجودة اليوم وزارة الداخلية، واليوم المكتب الوطني اللي سنة 59 أصبح كانت كلية للحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، ثم انتقلت إلى مجمع رفيق الحريري في الحدث، وتبرع أمير قطر بصيانتها وترميمها وتطويرها وتحويلها إلى مكتب وطني حديثي. اليوم أدى الفعاليات الثقافية بمجتمعنا ببيروت عم بيكون لها دور بتطوير كافة هيدي الأمور اللي عم نحكي فيها، ومن أبرز المتكلمين يلي هيك كانوا عم بيعطوا يمكن من خبرتهم ومن زيتهم بهيدا المؤتمر تحديدا. خلينا نبلش بأول نقطة لنرجع على النقطة الثانية. هلا هو بالحقيقة في مجموعة من النخب اللي شاركت بالمؤتمر، ولكن كلمة المؤتمر الأساسي كان الرئيس فؤاد السنيورة اللي عطى أنا بعتبرها مثل قدم خارطة طريق ثقافية مهمة جدا للمؤتمرين، وبالتالي هي تصلح كوثيقة يمكن البناء عليها كمشروع أولي لتطوير هذا المفهوم. طبعا الاسماء ما مش عم بقدر احصر الاسماء لانه عديدين من الدول العربيه، فبالتالي من لبنان مين كان عم بيحكي؟ مين ابرز المتكلمين من لبنان؟ من لبنان احنا هيدا اللي بهمنا وطننا، بهمنا بيروت. صحيح، بس انا ما جبت اللائحه كامله لانه صرنا وش الاحداث يعني ما خلتنا تفكيرك بيروح بمجال بعيد عن الاسماء، ولكن شارك فيها دكتور نادر من الاستاذ بالاقتصاد، لانه كان المحاور تقريبا اللبناني كان في ثلاثة بس يعني أهم. شو أبرز المواضيع اللي طرحت؟ طرحت مواضيع العلاقات البينية بين الدول العربية، العلاقات الاقتصادية، تطور الثقافي بين ضمن الدول العربية. فالموضوع عم بحكي أنا المؤتمر بعنوينه العريضة كان عدة محاور، فهدول هالمحاور هول على مدة يومين اهتمت بهذه العناوين الأساسية، فتقريبا غطى كل أوجه العلاقة. مثلا اللغة اللي كنا عم نحكي فيها، هذا الموضوع اللغوي كان أساسي، إنه هل هي تساعد ولا لا تساعد، هل نحن بحاجة لتطوير ولا لا، هذه ضمن الإشكاليات التي نوقشت. التكامل الاقتصادي، بنشوف إنه العلاقة البينية بين الدول العربية، وهون أشار لها دكتور نادر، انه نحن هو اللي يعني ركز على موضوع الاهتمام بالفرد، ويجب ان تكون الثقافي والعروبي مقياس لتلبية حاجات الفرد وليس فقط حاجات المجتمع بالجانب الكم العام. فبعتقد يعني عملنا خطوة، ولكن مع الأسف إجت الأحداث اللي حصلت يعني برأيك الأمر الثقافي مرتبطة بالناحية الفردية أكثر من الناحية المجتمعية؟ لا، الثقافي كيف بدك تخلقي ثقافة العروبة تنتجيها بحيث أنه تكون هي مشروع يهتم بالفرد وليس يعني أنا ما بدي أخذ المجتمع بالجملي، انا بدي اخذ المشروع بالجملي. ما الفرد هو بيكون المجتمع، بس انا اوضح فيك بدي اخذ المشروع بالجملي لا يستهدف الفرد في المجتمع. العروبة بسياقها السابق اخذت المجتمع بالجملي، ولكن لم تحترم حرية الفرد وخصوصيته. في فرق، نحن عم نقول يجب ان تراعي حرية الافراد، يجب أن تراعي الحريات العامة، يجب أن تتحول الدولة من دولة الرعاية فقط إلى دولة تقدم الحوافز لمجتمعها بحيث أن يكون الاقتصاد شراكة ما بين
المجتمع من جهة والدولة من جهة. لذلك اليوم نحن نشوف اليوم أزمتنا الاقتصادية. أنا حأعطي مثلا بالأحداث اللي عمالة تصير حاليا والانتفاضة اللي صايرة بالمجتمع اللبناني، شو مطالبه؟ ما في فرص عمل، استثمارات قليلة. ما بدي فوت بتفاصيل شو الأسباب، ولكن أنا عم شخص. طيب في نماذج لدول حلت مشكلتها انك انت تشارك الرأس المال الوطني بمشاريع استثمارية، بحيث يشعر المواطن عندما يكون شريكا للدولة بمشاريع منتمي الى هذا المشروع، اي منتمي الى هذه الدولة. وهون ما بتعود المواطن بشوف مثلا اشارات السير بكسرها، او بشوف املاك عامة يعبس فيها. ليه؟ لانه صار جزء مساهم منه ويحقق. اذا بدنا نفوت بهذا الموضوع رح نفوت باشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، وهيدي تفاصيل كمان. ما هي هاي جزء من الثقافة عامة. نعم. بدك تخلقيها. سقط، لم يعد مفهوم دولة الرعاية الاجتماعية كما جرى بالسابق. يعني جزء من مشاكل اوروبا مثلا، مين اهم دولة باوروبا تعتبر اللي ارست مفهوم دولة الرعاية؟ هي فرنسا بعد الثورة الفرنسية، وعملت تغير كامل بالفكر السياسي في أوروبا ونقلتها على أمريكا. طيب هاي كيف حصلت؟ ضلت الاقتصاديات تاعتها عمالة تحمي الدولة، تحمي مجتمعها ودولة الرعاية، ولكن وصلنا لمرحلة انه صار إمكانية المنافسة مع الدول مثل الولايات المتحدة مثل ألمانيا غير قادرة، لأنه قدرات والإمكانيات المالية للدولة الفرنسية لم تعد تسمح بالتبدل السريع والتطور السريع، لأنه كل المؤسسات تحت إشراف الدولة. يعني لما عملت موضوع المكنني بكندا مثلا اللي هي فرانكوفون، طيب كانت وتيرتها سريعة. اليوم بفرنسا ضلت متخلفة تقريبا 10 سنين قبل أن يتم تعميم المكنني في النظام التعليمي. إن شاء الله هيدا المنهج التعليمي هيك بيتغير للأفضل، هيدا اللي بنطمح له نحن واللي بيحلموا فيه كمان الطلاب. والمطلوب اليوم والتحدي الأكبر هو الوعي الثقافي عند المواطن. شكرا لوجودك معنا دكتور نزيه خياط، مستشار النادي الثقافي العربي. طبعا لدي الوقت بدي أعتذر منك. شكرا. بالنسبة لهيدي النقاط اللي كنت عم تطرحها بنرجع بركي بلقاءات تانية من تبعها. أهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نحن وياكم لفاصل إعلاني صغير ومن مشاهدينا، عودة لكم لنتابع صبحيتنا عن جديد. برحب بكل انضموا لنا بهذا الوقت، نحن وياكم متابعين مع مجموعة من المواضيع ومجموعة من الضيوف ضمن صبحيتنا لليوم. كان لافت جدا يوم امبارح حديث اللي ادلى فيه قائد الجيش اللبناني طبعا العماد جوزيف عون، واللي من خلاله حكي طبعا واشار الى اداء الجيش اللبناني، الاداء اللاعنفي مع كل المتظاهرين ومع كل المحتجين بمختلف المناطق والقرى والبلدات والمدن اللبنانية بطبيعة الأحوال. المؤسسة العسكرية اللي فعلا تعاطت بطريقة جدا إيجابية مع كل الناس، مع المتظاهرين وغير المتظاهرين، وكان لافت جدا الطريقة اللاعنفية بالتعاطي، كما أيضا لافت جدا اللاعنف اللي كان السمة أساسية لكل الساحات، لكل ساحات التظاهر والاحتجاج اللبنانية بكل المناطق وبكل الجغرافيا اللبنانية. حول ثقافة اللاعنف تحديدا وحول ثقافة الإيجابية اللي بتمتع فيها المواطن اللبناني، بصرنا نرحب بدكتور إلهام كلاب البساط، وهي رئيسة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان. دكتور صباح الخير. أهلا فيك. صباح أهلا وسهلا فيك معنا، شرفتينا. حبيت هيك بالبداية أعمل شابو إذا صح التعبير. نعم. يعني لهذا اللقاء بتعرف نحن لأنه هدفنا اللاعنف كنا سعداء أنه كل عنصر كان في المجتمع اللبناني كان لا عنيف. يعني بحي جيش لبناني لأنه هو يملك السلاح، يملك القوة، يملك السلطة، ولكن كان تعامله لا عنيف، كان تعامله حكيم ومهني وقريب جدا من الشعب. أنا بزور كتير بمؤتمرات دول عربية وبيتعجبوا كيف نحن منحب الجيش، هي عانت من انقلابات عسكرية، ولكن قلنا لهم جيشنا مختلف تماما، هو جيش إنساني
تماما. هو جيش محب للشعب، هو جيش وطني، صحيح. هو جيش نحن معه لآخر مدى. بكل أحوال أداء المؤسسة العسكرية الجيش اللبناني خلال 30 أو 32 يوم أظهروا يعني محبة متبادلة ما بين الجيش، مؤسسة الجيش اللبناني، وما بين الناس. هذا الاحتضان الواسع من قبل المتظاهرين، بنفس الوقت الجيش اللي احتضنهم تعامل معهم بحكمة، يعني ما شفنا كأنه ولاده. بعدين في ألف خلقت بيناتهم، بحييهم على التعب اللي تعبوه كمان، صحيح. لأنه هالموقف العنف أصعب من موقف العنف. تماما. أنا طلعت من هذه النقطة دكتورة لحتى أنا وياك نروح إلى ثقافة اللا عنف. يعني نحن كنا بكتير مقابلات سابقة مع حضرتك ومع كتير خبراء بمجال التواصل والإيجابية وغيرها، كنا نحكي عن ثقافة العنف بالمجتمع اللبناني. كنا دايما نسلط الضوء على طرابلس وجبل محسن لنحكي عن ثقافة العنف وكيف يمكن تبديلها. أخذت مثل طبعا كان هذا الشيء موجود بمناطق لبنانية أخرى. اليوم وكأنه انقلبت المقاييس وأظهر المجتمع اللبناني حقيقته بثقافة لا عنفية تامة على مدار شهر كامل. يا ريت تضوي عليها. يعني أكيد انقلبت المقاييس لأنه نحن كنا عم نكون فكرة خاطئة عن أنفسنا. الشيء اللي ظهر أثبت لأنه في لبنان جديد عم ينوجد، هالشباب كلهم اللي تخطوا الحواجز الطائفية، الحواجز المناطقية، ونوجدوا سوا بقضية واحدة وقضية محقة للجميع، شيء رائع. يعني لما بتشوف انه من كل الطبقات، من كل الطوائف، من كل المناطق، اخذوا نوع من التصرف اللا عنفي. يعني نحن بالجامعة مندرس استراتيجيات اللا عنف، ولكن نحن تعلمنا منهم ايضا واضفنا. اللا عنف ما بيعني العبوس، ما بيعني جدية، لا تعني العبوس، ولكن قدروا حضروا. على كل حال كل تجمع عنده قضية واحدة بيكون عنده طاقة إيجابية، بيكون عنده جاذبية كبيرة. قدروا بممارسات عديدة. يعني بقدر أقول لك مثلا لما راحوا على شركة الكهرباء غطوها بماشي سوداء، دليلة العتم اللي منعوش الظلم اللي عم نعيشه، صحيح. تاني نهار اجوا ضو شموع انه نحن عنا امل بالضوء اللي موجود. في مناطيد طلعت، في حفلات موسيقية، في حتى اوركسترا جديدة اجت تعزف. وهون اذا بدنا نعمل بحث بهذا الاطار تحديدا دكتورة، يعني اليوم البعض يمكن استهزأ بمحل محلات هيك بين هلالين بدي حطها بالانتفاضة الشعبية او بالحراك الشعبي، انه هالجماعة عم بيغنوا ويرقصوا ومبسوطين، يعني انه في حدا بينتفض هو عم بيغني ويرقص ومضوى شمعة. يعني يا ريت نضوي على تعرف انه هيدا رقي، لانه نحن بنقول الفنون هي ترقي للنفس. بيعتمدوا الفنون ايضا للقول وللنضال. وبدي اقول لك شيء، انه اللي ظهر هو بانوراما صادقة وعميقة لكل الشعب اللبناني. يعني إذا بيستفيد منها الحكام، وإذا بيستفيد منها علماء الاجتماع، ليبينوا شو هالمجتمع في تطور، في رقي، في نضج عند كل الأفراد، من العامل العادي لأستاذ الجامعة للطالب. تماما. هذا النضج والرقي بالتعبير وبالتعاطي بعتقد كان ميزة أساسية لكل هذا الحراك على هذه الفترة الطويلة. قلتي لي في حوالي 12 نقطة بظهره التعاطي الإيجابي أو اللا عنفي لهذه الفترة، لفترة الشهر. قبل ما تعددي لي اياهم، أنا بدي لحتى ما حدا يقول إنه ما حكينا أيضا عن وجه عنفي كان موجود، ولكن بعتقد هو استثناءات وحالات فردية. يعني لحدد لك أنا الوجه العنفي وحضرتك بتروحي الى الوجه الا عنفي. يعني شفنا بعتقد محاوله انه يكون في حيط بتونيل نهر الكلب، هذا ايضا من التعاطي العنفي. شفنا اللي رفضوه تماما، رفض تماما وماتت بارض الفكره. شفنا اطلاق النار بحالات ايضا جدا جدا ضئيله. ايضا طبعا الاستشهاد اللي صار بخالدي، ايضا يعني الشهيد اللي صعد، ايضا هون بنحكي عن حاله عنف. ولكن مقارنه ب 30 يوم ما بعرف قديش فينا نحكي عن نسبه العنف. مقارنه ب 30 يوم، مقارنه بالاف الناس اللي اجتمعوا ما بيعرفوا بعضهم والتقوا مع بعضهم. واذا بقول لك احساس الالفه، يعني اي شخص واقف حدك، هو لا هو صديقك، هو قريبك من مكان يكون، هيدا الشيء رائع رائع. وبعدين ما تنسى انه اداره آلاف الناس المتنوعين المختلفين، أكيد بده يصير فيه شوازات صغيرة بتصير. تماما. حدثت ولكن ما ضربت هالقوة الإيجابية اللي موجودة عند الناس. اللي بدأ بطرق لا عنفية، بمظاهرات، بمواقف، بأغاني، بعدين في رأي واحد رفعت العلم اللبناني، صحيح. نشيد واحد نقاله نشيد اللبناني. في
كانه اتفقوا هن مش متفقين صحيح. بالاصل اتفقوا اجوا عملوا هالحركه طبعا. اللي هي مشهديه رائعه صحيح. مشهديه صحيح. جماليه صحيح. رائعة. يعني دكتوره عم نحاول هيك قدر ما فينا على السريع مثل ما بيقولوا انه نروح الى هيدي النقاط العنفيه اللي تظهرت بكل الساحات اللبنانيه، ساحه طرابلس تحديدا، الساحه اللي ظلمت لوقت كثير طويل، يعني اتهمت طرابلس بالارهاب بالتعصب، اتهمت بكل انواع الاتهامات اللي ظهرها للاسف، يعني الاعلام كان له دور بتظهير هذه الصوره. اليوم طرابلس كانه تنتفض على واقع معين، على واقع وعلى صيت طلع عنها غير صحيح، وكانت مفاجاه جميله جدا. ساحه طرابلس تمتلئ كل ليله كل ليله كل ليله بكل صحيح. انواع الناس، واللي عبرت انه طرابلس هيدي روحها الحقيقيه تماما. طرابلس منا الخلافات، منا المعارك، منا الفقر، منا يعني حتى فقر اللي ظهر هو كمان بهالمجال تعبير عن وحدتها وعن تطورها وعن ايمانها بلبنان. نعم، يعني اليوم الصوره الحلوه اللي طلعت من طرابلس، يعني المدينه بين هلالين، يعني يقال عنها انها الاعنف بلبنان، ويمكن على بالمتوسط، يعني بما انه يعني اعداد الفقر والى اخره من امور كنا نحكيها قبل، اليوم بطل فينا نحكي، يعني فينا نحكي عن ما قبل، يعني طرابلس اليوم رسمت صوره جديده ايضا لها. كأنه كنت طرابلس مثال للكل، صحيح. مثال لكل صحيح. الساحات والناس فيها صور اللي نقلتها وسائل الإعلام، صور اللي بيّنت مذهلة يعني مرحلة رائعة بتاريخ لبنان تمام. وتاريخنا هلأ بعد 100 سنة سيبدأ من الآن. نعم دكتورة، دور المرأة بطبيعتها، يعني الطبيعة اللاعنفية الموجودة عند المرأة، ويعني واتجاهها دائما إلى الحل السلمي لكل الأمور، المرأة كان عندها دور مهم جدا بهذه التظاهرة. بقول لك شيء، نحن رجال ونساء عنا عنف وعنا لاعنف بداخلنا، ولكن وجود المرأة نحن في مرحلة يعني تعلمت فيها النساء، تطورت، صارت ملكي نفسها، ملكي مصيرها، غيره ما بيّنت، تفتحت أزهارها وبيّنت بها بوجودها، هي امرأة قادرة، هي امرأة مؤمنة بالوطن، هي امرأة ناضجة، هي امرأة جميلة أيضا، يعني جمال اللي بيتجلى اكثر شيء، يعني جاذبيه بتصير لما تكون عندك قضيه عم بتدافع عنها، بتصير في جاذبيه اكبر تمام. وبعدين لطفوا من امكانيات اندفاع الشباب وكانوا على توافق مع بعضهم. بقول لك انه علماء الاجتماع عندهم بانوراما صحيح، رائعة. عندهم عرض خاص بيشتغلوا عليها ويظهروا كيف صار تمام. المجتمع اللبناني اللي هو يعني مختلف، هو مختلف لأنه متنوع صحيح. ولأنه هالتنوع استوعبناه وصار هو غنى ونوع من الإبداعية. بكل أحوال يعني توحدت الناس على لقمة عيشة، بعتقد على المطالب المشتركة وفي غنية لباسكال صقر بتقول فيها صوت الجوع لما الناس يجوعوا أقوى كثير من صوت المدافع، يعني بعتقد هذه الحقيقة اللي شفناها. دكتورة لأنهي أنا وجيك هذا اللقاء وسريعا أيضا، بدي أقول أنه طبعا اللي حكيناه هو بالشكل، شكل هذه الانتفاضة، شكل هذا الحراك، ولكن ما فينا نلغي أيضا بعض الأمور السلبية اللي يمكن كانت تكون موجودة، أو البعض يرى وجهة النظر الأخرى من تلفزيون لبنان، دائما كل وجهات النظر هي طبيعية سيكون هناك تماماً في استثناءات في وجود لبعض الحالات يمكن الشاذة إذا صح التعبير ضمن هذه الانتفاضة، وفي كثير وجهات نظر يمكن لابد أنه نحكي عنها. العنف يحترم كل وجهات النظر تماماً، وهذا الأهم بالثورة أو بأحرى بهذا الحراك، أنه نحترم كل وجهات النظر. أهلا وسهلا فيك معنا بصبحيتنا دكتور إلهام كلاب لبساط، الوقت قطع بطريقة جدا سريعة، رئيسة جامعة اللاعنف وحقوق الإنسان، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك، شرفتينا. مشاهدينا أيضا بريك قصير ولقاء جديد، خليكم معنا. صباح الخير لكم مشاهدينا، دايما لبنان
شبابه بترفع اسمه بالعالي، خاصة لما يشاركوا باختراعات وإنجازات دولية بتصير خارج الأراضي اللبنانية. اليوم بدأ أحكي عن فوز وفد الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث الفائز بالميداليات السبعة بمعرض ألمانيا الدولي للاختراعات يلي صار بنورنبرغ، وشارك بنسخته 71 حوالي 800 اختراع من جميع أنحاء العالم، وفاز لبنان بسبع جوائز وميداليات، ثلاثة ذهبية، ثلاثة برونزية وواحدة فضية. اليوم معي باستوديو الأستاذة نعمة خليل من كلية عمر بن الخطاب بجمعية المقاصد الخيرية ببيروت، بالإضافة لزهراء سرور من ثانوية البتول ببير حسن، وجوال طرباي من ثانوية المرج ببعلين. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. يعني ألف مبروك بالبداية، بترفعوا اسم لبنان بالعالي، وهيدي الجوائز مثل ما شايفتها قدامي والميداليات والكأس يلي موجود، ألف مبروك لإلكن. خلينا نحكي عن الاختراعات يلي فزتوا من خلالها بهيدي الميداليات. رح أبدأ معك يا جوال، الاختراع تبعك شو حمل عنوان وشو كنت بدك توصلي من خلاله؟ الاختراع تبعي كان اسمه الأستروفيزيك، هو مثل جهاز بسيط بيوضح عملية الكسوف والخسوف. وهو أنا وقت طلعت بالفكرة كان هدفي أنه أجمع وأربط الفيزياء بالفلك، وبرهن أنه الفلك منه هالقد شي بعيد، وأنه كل العالم صاروا يستخدموا الفيزياء بالفلك مثل استخدامها على الأرض. وأخذت مثل الكسوف والخسوف وهو لتسهيل يعني توضيح الفكرة للطلاب بالمدارس. يعني غريبة ما نسمع بالأستروفيزيك أو الفيزياء الفلكية، يعني اسمين يمكن صعب نجمعهم سوا، ولكن أنت جمعتيهم. كيف راح توضحي هيدي الظاهرة بالنسبة للخسوف والكسوف للطلاب حتى يصيروا يستوعبوها بطريقة يمكن أسهل؟ يمكن هيدا هدفك اليوم من خلال المشروع. هي تجسيدها بشكل يبطلوا يعتمدوا على النظريات بس، يصير في شيء تطبيقي قدامهم تيشوفوا الظاهرة مثل كأنهم عم بيشوفوها. كيف يعني؟ بالفضاء. هو جهاز بيشتغل على الكهرباء يعني بيشوفوا الظاهرة قدامهم. نعم. يعني بيشتغلوا في الكواكب وحركتها وهي. رح ارجع لعندك تشوف كيف اشتغلت عليها ومن ساعدك والثانوية قد ايه لعبت دور كمان بالنسبة لهالمشروع، ولكن بدي رحب فيك. صباح الخير اهلا وسهلا زهراء سرور من ثانوية البتول ببير حسن. خبريني كمان عن مشروعك. بس خليني اذكر بشغلة انه جوال ترابي حصلتي على الميدالية البرونزية وجايزة. نعم، الجايزة اللي حصلت عليها هي جايزة الجمعية البولندية للمخترعين، صحيح؟ نعم، تفضلي. نحن مشروعنا شاركنا تحت مشروع Pesticides Alternatives and Effectiveness، كنا بالفريق بدائل المبيدات وفعاليتها. كنا بالفريق أنا وزميلتي زينب عبد الساتر تحت إشراف المسند أحمد. المشروع هو بيتناول بدائل حديثة لمشكلة المبيدات الحشرية، واللي هي يعني at this point in time هي مشكلة كتير خطيرة، بتأثر مش بس على الأرض بل بتأثر على الإنسان، على الإيكو سيستم، ممكن تؤدي لأمراض لأمراض كتير خطيرة مثل الكانسر وهيك. نحن قدرنا نقترح بديل فعال إلها، واللي هو استعمال الموجات ما فوق الصوتية. هذا الشيء هو تبرهن من خلال كذا اكسبيرمنت انعملت على مدار 40 يوم. شو مقصدك بما فوق الصوتية مثل الذبذبات؟ هي نوع من الذبذبات. هي ultrasonic frequencies تستعمل لتعمل repulsion للبست، بتبعد البست، فبتكون بديل فعال وما بيأذي وما عنده أي effect على البشر أو الإيكوسيستم. نعم. حصلت زهراء من ثانوية البتول على الميدالية الذهبية عن ابتكار Pesticide Alternatives and Effectiveness. أهلا وسهلا وصباح الخير لإليك الأستاذة نعمة خليل من كلية عمر بن الخطاب بجمعية المقاصد الخيرية ببيروت، ومشروعك هو ستايرولايم. شو ستايرولايم؟ ستايرولايم هو الاسم متاخد من ستايروفوم اللي هو الفلين الأبيض، واللايم هو من الليمونين. المشروع هو عبارة عن إيجاد مذيب للفلين الأبيض. هالمذيب هو يكون صديق للبيئة، وبعد تجارب عدة قدرنا نحصل على غراء. هالغراء هيدا
هالغراء نحن خزناه بأنابيب و هو له مواصفات انه هو متماسك قوي غير سام آمن للأطفال وأرخص بكثير من غراء بديل عنه. يعني هذا الغراء هو مكون من الليمون و أو إذا بدنا نقول نحن أخذنا الفلين الأبيض دوبناه بمادة استخلصناها من قشور الليمون. أخذ هالمادة اسمها ليمونين أو زيت الليمون. دوبنا فيه الفلين الأبيض. يعني كيف اجتنا الفكره لما لقينا هالفلين هو بالمستوعبات مرمي فلين تاع صناديق الخضره للدليفري شو بيطلع منهم بقى نحن اخذنا هالفلين واخذنا قشر الليمون عملنا لهم تدوير عمليه تدوير وحتى قشر الليمون بعد ما استخلصنا منه الليمونين كمان عملنا منه شيء ثاني فينا نحن نعمله سماد وفينا نعمل منه هل هذا نموذج يلي بين ايديك ايوه هذا النموذج فيي شوفوا لو سمحتوا صبايا فيكم تمرقوا لي اياه حدا منكم ريحته قريبه من ريحه الليمون ولا كيف؟ هو ريحته مثل ريحه الليمون ريحته كثير حلوه على فكره وبتحسيه لزج كان ايوه يعني منه سميك تفرجيه على الشاشه حتى يقدروا يشوفوه هلا بهيدي الطريقه قدروا يخترعوا تلزق ما بضر ابدا بنقدر نستعمله بالمدارس بالمكاتب بالمؤسسات بالبيوت حتى هيدا بلزق ورق بلزق كرتون بلزق خشب نعم يعني فينا نحن نستبدله عن التلصيق السمر اللي له الشبيه اللي له اليوهو حتى عن الغراء الابيض حتى نقدر نستغني عنه نعم يعني هيدا الاختراع كمان مثل ما كنت عم تخبريني تحت الهواء سهل انه نزيله عن ايدينا أيوة. لما بدنا نغسل ما بيترك اي اثر وما بيترك اي اثر على الثياب ولا على الايدين وبعدين بضاين ما بفك يعني ان لزقنا فيه ما بفك ابدا لاحظت هيدا الشيء يعني هلا الورقه بس بدنا ننطر عليها شوي يمكن تتنشف ولا لا بدها حوالي اكثر من 10 دقائق بتنشف اكثر من تلزيق بس اذا نشفت ما بتقعد بتفك نعم يعني هيدا الاختراع اللي قمت فيه هيدا الاختراع قام فيه تلميذ اسمه هيدا احمد رشيدي غريبة ما قدر اجى معنا وانا كنت الادفايزر له له اكثر من سنتين نحن عم نشتغل عليه هيدا الاختراع بضاين اكثر من سنتين وما بيتغير صفاته وبضل على ما هو ما في له مده صلاحيه مده صلاحيته هلا قلنا سنتين نحن عم نشتغل عليه والحمد لله بعده ماشي ما تغير صلاحيته نعم جوال زهراء ونعمة تخبروني أكثر عن هذه المشاركة اللي صارت خاصة مثل ما عرفت أنه في 800 اختراع تم تقديمهم ومش هينة أبدا أنه لبنان يحصل على 7 ميداليات من بيناتهم 3 برونزية 3 ذهبية و1 فضية هذا فخر لنا اليوم هذه المشاركة قد ايه ميزت لبنان عن باقي الدول اللي شاركت وقد ايه اختراعاتكم كمان نالت استحسان من قبل اللجان اللي كانت موجودة وعم تشرف على هيدي الاختراعات. نحن شاركنا بمعرض ايانا الدولي الموجود بالمانيا بمدينه نيرنبرغ مثل ما قلتي. صح هذا المشروع شارك فيه 800 مشروع اذا مش اكثر وكلهم تنافسوا على الذهبيه الفضيه والبرونزيه اكيد كان في منافسه خصوصا انه نحن كنا ضد الدول الكبرى كان في امريكا روسيا كان في دول مشهوره اقتصاديا وتجاريا بهذا النطاق. ابرز الدول اللي شاركت؟ شاركت منيح من كوريا من تايلاند من الصين من روسيا من ألمانيا كان في كمان مشاركة قوية وأكيد كان في منافسة بس الحمد لله الوفد اللبناني مثل ما تفضلتي كمان قدرنا نحصل كل الوفد ما حدا طلع بدون جائزة أو بدون حتى بونس كمان على الجائزة مثلا كيف جوال شو بونس جوال اللي حصلت عليه على الجائزة؟ غدت هيدا الكأس والشهادة التميز نعم كنت قلت من شوي بدي ارجع لك حتى نحكي اكثر عن دور الثانويه او الاساتذه يلي بيشجعوا طلابهم حتى يبرزوا اكثر الطاقات الفكريه اللي عندهم، قد ايه المدرسه لعبت دور؟ مدرستي كانت مثل التربه الخصبه لمساعده قدرات وامكانيات طلابها انه
لتظهر واكيد يعني بفضل الهيئه الوطنيه للعلوم والبحوث قدرنا نثبت انه كمان مره انه لبنان قدر يتميز. رح اذكر على السريع بما انه لضيق الوقت ما بقى معنا وقت نحكي بكل التفاصيل، رح اذكر اسامي الاختراعات اللي فازت بهيدا بهذا المشروع يلي صار او بهذا المعرض الدولي يلي صار بالمانيا، هن الميداليه الذهبيه لاختراع سمارت فاميلي دكتور، الميداليه الذهبيه ايضا للبلاستيك ايكو تايز، الميداليه الذهبيه ايضا لبستيسايد، حضرتك موجوده معنا اليوم زهراء، بستيسايد الترناتيفز اند افكتيفنس، وايضا المرتب او اذا الميداليه البرونزيه عن جائزه ذا استروفيزكس لك جوال ترباي، جائزة الميدالية البرونزية أيضا لستايرولايم لإلك أيضا نعمة خليل، و The Smart Green House اللي حصل على الميدالية الفضية، والميدالية البرونزية كانت لديجيتال سلام. بس في نزيد إذا بتريدي بالنسبة للجوائز اللي أخذناها، كمان أخذنا 6 جوائز عالمية، كانت جائزة الجمعية الأوروبية للمخترعين، لسمارت فاميلي دكتور، البروجكت بلاستو ايكو تايلز اخذ افضل اختراع من الاتحاد الاوروبي لجمعية المخترعين، في عنا بستيسايد الترناتيف اند افكتيفنس من ثانوية البتول اخذ بس الجائزة الذهبية، في عنا سمارت جرين هاوس من مدرسة قدموس في سور اخذ جائزة وزارة العلوم والتكنولوجيا الروسية، ذا استرو فيزيكس من ثانوية مرج بعقلين اخذ جائزة الجمعية البولندية للمخترعين، ستايرولايم من كلية عمر بن الخطاب المقاصد اخذ جائزة جمعية المخترعين الالمان، ديجيتال ساينتست ثانوية المصطفى اخذ شهادة تقدير من الجمعية البرتغالية للمخترعين. هذا على الميداليات، ذكرنا الجوائز كمان يلي حصلوا عليها. 6 جوائز عالمية. نحن لنا الفخر انه نحن كنا من جمعيات عريقة بلبنان، أنا بمثل جمعية المقاصد، مثلنا جمعية البتول، جمعية ومثلنا ثانوية الكرامة، مرج بعقلين، قدموس سور، بغض النظر عن المناطقية مثلت لبنان، مثلنا لبنان بجميع فئاته. نحن هونيك كان عندنا التعايش الإنساني، كنا كلياتنا خايفين على بعض، عم نحضن بعض، نحن نسينا كل شيء، نحن كنا لبنان بحد ذاته بألمانيا. 100% بنشكر بنشكر جمعيه المقاصد الخيريه الاسلاميه اللي اتاحت لي انه انا اكون موجوده مع هالوفد، والهيئه الوطنيه للعلوم والبحوث اللي كان لها الفضل الكبير انه اتاحت لنا الفرصه لنشترك بمعرض. رح ارجع لجوال كمان بدي اشكر حدا، تفضلي جوال. بدي اشكر مديره مدرستي ربيعة ضو ومدام هلا الغصانية اللي كمان اشرفت زهراء عصري، يعني عندك حدا تشكري احنا بتزعلي انت؟ بالعكس، الوجود هون شرف اكيد. بنحب نشكر كل حدا دعمنا وكل حدا وقف معنا، بنحب نشكر لبنان اللي اعطانا هيدي الدايفرسيتي الموجوده، نحن كنا يعني مثل ما قالت وفد بيمثل لبنان ووفد من لبنان. إلنا الفخر والشرف انكم تكونوا موجودين معنا اليوم، نفتخر فيكم، كبار من لبنان، صحيح شباب باول طلعتكم ولكن رفعتوا اسم لبنان بالعالي بنورنبرغ بالمانيا، وحصلتوا على جوائز وميداليات بترفع اسم لبنان بالعالي بمعرض المانيا الدولي للاختراعات. زهراء سرور اهلا وسهلا فيك، جوال طرباي والاستاذه نعمه خليل، يعطيكم الف عافيه. مشاهدينا لهم نكون وصلنا على ختام صبحيتنا من احلى صباح، احنا بنرجع بنشوفكم اذا الله راد بكره حلقة جديدة، إلى اللقاء.